ايش كثر سنة استعمل مكياج بشعر؟ بس هذه ترى نتفليكس الأصلي اللي أول مرة في الكويت شيء عظيم عظيم. أكيد أكيد مشاركتنا كلنا في شيء من أحلامنا. شعور عظيم، كنت انطر طول حياتي أوصل لمرحلة أن أدور مسلسلي على نتفليكس. يعني عادي الحين أدمع. واي عيونها تغارق وناسه، عيونها مغارقه وناسه. والله صراحه انا لي الشرف اني اكون معاكم. هيا شاء الله باقوى فريق بالبورصه. هذا مكان الشاي والقهوه، لا تخلي ربعنا عطاشك. شاي؟ هل انت شنو عبالك جايه تسويني؟ اول شيء انا بيج فان. حبيبتي. والله وايد احبك، وايد مستانسه انك انت مشاركه في هذا العمل اللي احس انه راح يغير بصراحه من الدراما الكويتيه، خاصه انه هو عمل مميز وبحقبه مميزه، كلميني عن مشاركتك في هذا المسلسل. نفس ما قلتي، هي يعني هو المشروع بحد ذاته كفكره وكتنفيذ وكطرح يعني حلمي يتحقق بالنسبه لي وبالنسبه لنا كلنا. ونفس ما قلتي، خصوصا انه هو يعني شيء قصه محليه يعني أصلية وإنتاج نتفليكس أصلي، يعني it's a dream come true. كانت تجربة يعني مختلفة من كل النواحي. هذا أكثر شيء أقدر أقوله. يعني إيش كثر عطى شيء حلو حق المرأة الكويتية تحسين هذا العمل؟ وايد عطى كل شيء. المرأة الكويتية طول عمرها ملهمة، يعني especially حتى business woman. يعني إحنا معروف عندنا يعني business woman مهمين بالكويت من أيام قبل، يعني وإحنا حتى الصغار، أنا مواليد التسعينات أعرفها الأسامي مثلاً، كبرت أسمع عنها. واللي خلى النساء اليوم يوصلون حق اللي قاعد يوصلوا له هم النساء اللي بلشوا فيها من قبل. وهذه رسالة المسلسل يعني بشكل خاص للمرأة الكويتية أو الخليجية. يعني صح، قواك الله. أبو عبد الله، إيش رأيك بالمشاركة أبو عبد الله؟ وكلمنا عن فكرة المسلسل، إيش كثر أنت فخور فيها وسعيد فيها؟ جدا جدا فخور، وأعتز طبعا أنا وزملائي بهذه التجربة الجميلة مع محطة أو منصة كبيرة لها إساماتها بالعالم ككل. إحنا طبعا يسعدنا إحنا نقدم عمل نموذجي يعتبر عن الكويت وما أتت الكويت من عناصر، طبعا سواء كان نسائية أو رجالية، ولكن العنصر النسائي في هذه الحقبة الزمنية في الثمانينات لها إسهاماتها بقوة. عندها الذكاء، عندها الشغف في حب المغامرة وحب التحدي. طبعا أنا في دوري هنا، طبعا أنا كأب بنت فريدة على أساس أن أنا أساعدها، وحفيتي بنتها قاعد أشد إيدي عليها لأن هي تخوض هذه التجربة مع كمية من الرجال، وأقول لها تفضلي أخذي، وأنا ساعدتها طبعا بحالة جميلة. وهو كرئيس تحرير عارف العالم كيف يتصارع من أجل المال وإلى آخره. وشنو شيء حلو كذي لما تخرج عمل يكون من إنتاج نتفليكس، هذه المنصة العريقة اللي كلنا نحبها أكيد ونتابع فيها أعمال عالمية؟ أتوقع إحنا كلنا خصوصا الشباب، يعني أول مرة شفت، أنا كنت أدرس بنيوزلندا، فأنا قاعد أدرس بطلت نتفليكس سجلت فيه، كان أشوف اسم سكورسيزي، الله لو أسوي عمل حق نتفليكس عشان يصير اسمي يم سكورسيزي. الله. الموضوع مو عملية على قولتهم مخ واحد، two minds better than one. فاحنا كنا مجموعة كبيرة اصلا، حلو، وعندنا خبرات سابقة. يعني قلت لك عملنا الناموس كان بالسبعينات، الحين الصفقة بالثمانينات. شفتي السلايد تشينج هذا؟ في اختلاف كبير بالميك اب، بطريقة الشعر، بالبروبس، بالاشياء. فيعني هي تيم ورك. حس لوكتش نار لما قاعد اشوف البوسترات. او ماي جاد، اقول لكم الصدق ما كنت مستانسه كلش. ليش؟ يتعب بس شكلش عجيب. بس إيه؟ لا شوف، بس الحلو ايه، الحلو لما اخلص تجهيز اروح اشوف اوكي هوز ذس. انا تحسين فعليا احس روحي كني طالعه من مجله قديمه. يعني اتس انترستينج. شوف انا القصد ان احنا مسلسل واحنا كله يعتمد على الازياء والميك اب، وان شلون المراه وهي كامل كشختها ميك اب واكسسوار وشعر وجولري ولبس وفينتج وما اعرف ايش، ستيل تقوم الصبح وتشتغل بشغل وايد صعب. نورك شخصية ثانية بهالمسلسل. إن شاء الله.
بينت منى ثانية أعتقد، يعني منى القوية وايد. المرأة الكويتية الطموحة. نعم. سلفي لي عن دورك. الله يعني والله صراحة يعني شوفي الشخصية أول مرة بحياتي أقدم شخصية نفس هذه، قوية وجريئة وشاطرة ودمها خفيف وفيها مميزات كثيرة ما أبي أحسدها، لكن كانت نقطة مهمة في حياتي أني أنا لازم أخاطر و يعني كل أفكاري القديمة لازم أغيرها وأروح لمكان جديد وأجرب. اشتغلت وايد، ناس كثيرة ساعدتني، بدايتهم منتجنا أستاذ عبدالله أبو شهري، أستاذ كريم الشناوي والأستاذ جاسم لمهنة، كانوا من أهم الداعمين لي في الست نفسه وعلى ترتيب الشخصية وشون الشخصية أتم فيها من أول يوم تصوير لآخر يوم تصوير، ما تتحرك أو تطلع مني أو أنسى منها أي تفاصيل صغيرة. أعتقد أكثر عمل تعبت فيه مجهود فكري وبدني ويعني وقت وجهد وفريق فوق الاعتيادي، اني اوصل مرحله اسوي اول انتاجات نتفليكس الاصليه في الخليج، هذا فخر كبير بالنسبه لي، واعتقد الكويت تستاهل ان هي تكون اول ديره بالخليج تسوي هذا الانتاجات الاصليه. مخرجين اثنين ما تهاوشتوا؟ لا لا لا، ايش كثر يختلف الامل لما يكون مخرجين اثنين؟ يعني الحقيقه لما بنحضر كويس وبنقضي مرحلة التحضيرات في فهم العالم بتاع القصة دي ايه واللغة السينمائية عاملة ازاي، الحقيقة ما بنختلفش، بالعكس ممكن نختلف في الكواليس على approaches حاجات، لكن في الاخر ما مش بنختلف على مستوى اللي بيطلع على الشاشة. وفي رأيي وجود اتنين مخرجين احيانا في بيئة مظبوطة بيضيف للعمل مش بيضر. على فكرة هو يضارب بالبورصة او البورصة طبعا بالصج يعني قواكم الله. هذه كاميرتك، قولي حق الناس يشوفون هدية عيد ميلادك. مو صفقة عيد ميلادك، هي هديتك اعتقد. يلا قولي لهم. شوفوا صفقة العمر، هدية عيد ميلادي تاريخ 8 فبراير على نتفليكس حصري.